بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، من ساحة مسجد الصادق الأمين بمساكن الأميرية بمدينة القاهرة، لنقدم لكم هذه الأمسية الدينية احتفاء بذكرى مولد الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه. ويسر الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، أن تشارك أهالي هذه المنطقة احتفاءهم بذكرى مولد الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ونبدأ احتفالنا هذا المبارك بهذه الابتهالات الدينية والمدائح النبوية وفضيلة المبتهل الشيخ محمد عمران. لا إله إلا الله. لا سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها وبها نبعث إن شاء الله. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا شفيعنا، يوم نلقى الله يا سيد الكونين، جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، جئتك قاصدا يا سيد الكونين، جئتك قاصدا أرجو رضاك
الله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. الله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي من نوره البدر اكتسى أنت الذي من نوره البدر اكتسى أنت الذي من نوره البدر اكتسى والشمس مشرقة أنت الذي لما رفعت إلى السماء 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 بك قد سمت أنت الذي لما رفعت إلى السماء أنت الذي لما رفعت إلى السماء
بك قد سمت. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، أنت 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 الذي ناداك ربك مرحبا. أنت الذي نادى أنت الذي ناداك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين، وحق من نباك. والله يا ياسين، والله يا ياسين، والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين، وحق من نباك. عن وصفك الشعراء عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا وكلوا. الشعراء عجزوا وكلوا عن صفات علاك.
ماذا يقول المادحون؟ ماذا يقول المادحون؟ ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب مما هناك؟ ماذا يقول المادحون؟ ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب مما والله لو أن البحار مدادهم والعشب أقلام جعلنا لذاك صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله يا خير الورى ما حن مشتاق إلى لقياك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت شعائر صلاة العشاء في ساحة مسجد الصادق الأمين بمساكن الأميرية بمدينة القاهرة في هذه الليلة المباركة التي تشارككم فيها إذاعة القرآن الكريم احتفاءكم بذكرى مولد سيد الأنام